كتخاف انت مين كتخاف مين؟ مين كتخاف انت؟ كنخاف من الزلط. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته، متابعي قناه بجاكي، دايرين بخير، كلشي مزيان، كنتمنى تكونوا بصحه جيده وباحسن الاحوال ان شاء الله يا رب العالمين. اليوم بغيت نخرج وفاء حيت عيات بالرحيل من الصباح وهي كتجمع، من الصباح وهي كتضرب شماله مسكينه. بيان سيغ عاونتها شويه ولكن ماشي بزاف صراحه، الله ماشي بزاف، هي شي شويه، لحقاش انا قال عندي شي حوايج خصني نقضيهم، وقلت علاش لي ما نخرجهاش تفوش شويه، نمشي نسنوي في شي قهوه وردوا الذكريات، ذكروا شويه ونهضروا ونعاودوا لكم على ايام زمان. يلا المهم بقاو معنا تنمشيو للقهوه ان شاء الله ونخرجوا، وتحياتي لكم. السلام عليكم البنات، كيف بقيتو؟ كلشي بخير؟ نتمنى تكون في احسن الاحوال ان شاء الله. مع النقاصه كاينه كنخاف شي يطير لي في الطوب. كما قال لكم ايوب، راني دابا راني واحنا في الرحيل، من رحيل اختي فاش هبطنا المكناس، الرحيل ديال مالين الدار، دابا الرحيل ديالي انا. راه كنرحلوا حنا هاد العام، عام ديال الرحيل. كما شفتوا دابا قال لي خليه يرتاحي شويه هاد العشيه هادي، بغى يخرج لينا غير جيبوا دورنا في مدينه الحجم ان شاء الله ونمشيو شي قهوه وي خلص انا شي عصير ولا شي حاجه. المهم جيب لكم سيزي ولا ما نسيزيش. المهم البنات خليكم، بغات سيزيني ما حشماتش، لا بغات سيجي تيجيني وانتوما. انا والله ما طلبت زعما منه شي حاجه ولا قلت له زعما، هو زعما مديتو راسو قال لي نوضي يلا خرجوا شويه. يلا بقاو معنا دابا تمشيو للقهوه ان شاء الله ونجلسوا ونتعاودوا معكم شويه ونتذكروا بزاف ديال الامور. ونعاود لكم انا على الرحيل، اعتذر على الضغط. انا اهلا رجعنا لكم من جديد وفاء. القهوه هذه فيها واحد لوندغوا هنايا على حساب الدراري الصغار، في واحد السباس زوين هنايا فيه يلعبوا الدراري الصغار، معروفه عندنا عندها في طريق طريق مكناس طوطال. بلاصه زوينه، يلاه بقاو معنا حتى نجلسوا. تحيه كاع المشاهدين اللي كنتلاقاهم هنا، واحد الاخت هي تحيه ليها تلاقينا هنا في هذه القهوه. الله يعمرها، سلعه كتسلم، كتسلم دابا على اسامه. والله الا حشمت انا. تحيه كاع الاخت فيما تلاقيت شي متتبعه، تحيه ليها وشكرا بزاف على الحب ديالكم لينا، وحنا كنحماقوا عليكم. انا حشمت انا جيت القهوه راه كلشي كيشوف فيا، ما تقدرش تهضر بزاف. بصح انا يلعب ما نخافش عليه، انا اسامه كسل بعدا هنا راه داك الشجر ما نخافش عليه. شنو دار ديك العاب ديال الدراري الصغار؟ عندهم الالعاب ديال الدراري الصغار وداك الشيء. غادي يبدا يلعب شويه ايا صافي. برافو اسامه دابا راه يلاه راه كيخيل، كيدير الفروسيه، كيحركوا بوحدي. المشاهدين انتم كما كتشوفوا راه حنا بغينا نردوا يامات الصغر، عرفتي لمشى شافنا مول القهوه. وين شفت الله الا اللعب شحال. وفاء تبارك الله كتوزن عليا، راه ما كنحطش رجلي في الارض انا كاع. والله الا حيت ما تنبغيش اهدى، هذا راه غتقلبني شوف. عرفتي ما كرهتش نضرب شي ضربه ني طايري ونصيفطك للدار ديريكت. انا الاخرى الاخرى عجبتني انت الاخرى. ها؟ فيها فراشات. لا سيري وفاء شكون ولا مابقيتش كتعرفي تلعبي والو، والله ما كتعرفي تلعبي. ها انت يلا. ايوب راه غتصحني يلا باغي صيفطني باباك. اهدا اهدا غتصحني. لا سيري ما كيخوف. يا حي هاتي والله تحدك يا مد لافوار. اش بان لكم نزيد نبرك شويه نطيرها؟ لا 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 اهدا نعشطها. لا لا ايوب نعشطها. بارك. غنهرسوا هادشي لمواليه. يوسف الا كنتي كتشوف هاد الفيديو سمح لنا الله يرحم الوالدين. مول هاد القهوه سمح لنا دارتك ما شتيناش. راسك بحال ما شتي والو. اجا ماما يلا بقاو معنا دابا نمشيو نقصو نشربو شي حاجه، ناكلو شي حاجه حبيبه ونرجعو معكم. كي جاتك القهوه؟ داكشي رفعتها نتسنى يجيبو لي غير الحريره. زوينه؟ سنا مع تي مع بارد الحال، مع هاد الحريره تسخن المصارم. شنو نقضي الحريره يعني؟ والله ضموندات الحريره. ضموندات الحريره مع تا اسامه تا ما تيحماق عليها. ضموندات الحريره انا وياه. ايوا نحرحروها مولاها ربي. داكشي اللي كاين. وانت شنو ضمنتي ايوب؟ انت قلت لها فيها لاك خيم، قالت لك خيم. خيم فيلي. شنو خيم فيلي؟ زعما انا كتعجبني انا. شنو راه سخن بها كرشك؟ انت دايره سخونه زاد. هي بحال شكون داير كابوتشينو؟ شي حريره شي صوبه شي. مسكينه راه طالع عليها الدم. صراحة الله خرجتها وطليت فيها ولكني ما لقاتش مسكينه الحريره. بغات تحرحرها ولكن ما تحرحرهاش. حريرتي ما باندش. ماشي مشكل، اشنا ماما؟ انت حريره والو ما عندنا زهر. اصبر. وانتم معنا. احنا دابا كنشربوا قهوه واخا يقرا في الحال، يقرا في الحاله. عرفتي كنت دابا الحريره كاع ما سكت معكم الهضره، عرفتي ما دابا جمدتو جمدوا لي المصارم. دوماج دوماج. دوماج تسالات الحريره وبقى غير خبز والفرماج.
جبتي هذا سي دوماج. قال لك دوماج كون كتقرع فرماج كاع ما دار في الدواز. لا لا ما عندكش القافيه. بغيت نسولكم بغيتكم كلكم في لي كومونتير تعاودوا لنا شنو فاش كنتو مثلا خاطبين عيالاتكم ولا عيالاتكم خاطبينكم. بحال دابا انا فاش بديت نخطب ايوب كان دار لي واحد. تعاودوا لنا شنو واش عمركم درتو لهم شي بلاك شي حاجه شي خسلان نيت ديال بصح خلعتوهم مثلا؟ لا تحبس الفيديو. انا عاود لكم انا شنو درت الوفاء فاش كنت خاطب. تحبس الفيديو بالحق غدا تشوفوا شي عين مزرقه ولا حد سنه طايره. واحد الليله كنت متكي وكتهضر معايا في التليفون وغير ما قال لي راسي سبحان الله العظيم طاحت عليا ديك الفكره جهنميه. قلت علاش لي ما نقولش الوفاء راني مسكون. والله الا بصح بقيت كنهضر معاها شوي بقيت كندير لها كيدي ماري غير بوحدو بقيت كندير لها وفا كتقول لي مالك هاي تبقى نعين عليها في التليفون تما. واحد اللحظه بقيت كنقول لها شكون انتي عرفتي وفا من الصوت ديالها حسيت فيه ديك الرجفه شكون انت شكون انت. قلت له انا ماشي ما متندوي. قال لي بعد قبل بديك اللحظه فاش قال كي داك قال لي وفاء قال لي كنشوف شي خيال قبلتي ما عرفت اشنو هذا الخيال اللي كنشوف قبلتي. قلت له قال لك ما قلت له غير العمش ولا هكا ما عرفت الضو ولا شي حاجه. قال لي لا لا قال لي راه الضو كتطفى وكتقطع. قلت له شنو تكون متكيتها النقاصه ولا النقاصه قلت لي انا النقاصه النقاصه ديال الضو ما تكون قصتيها شي حاجه بحال هكا. شوف بدا كيغنغن عليا تما ديك الصفحه اللي كنتكم وفاء كي انا اصلا كنخاف من ديك دابا تلاقيتها بغيت نكمل داك ديك القضية اللي بديت خصني نكملها وباز وتلاقيت معاها ويطيح لي القلب هذا بغيت نقول غادي واحد اللحظة وانا تسيفت عليها عرفتي وفاء ولا صفراء 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 ديال بصح ديك الساعة حنا مازال يلاه مخطوبين صافي ما عرفتش واش تسمح فيا وتهرب ولا تبقى معايا. والله العظيم جاني معرفة وانا حابس الضحكة عرفتي وغنطرطق بالضحك وباز دابا نديرها له واحد اللحظة دابا نديرها له كان غادي هكا في الطريق وانا ديجا درت مورايا بانوا لي واحد جوج دراري طالعين جايين في الطريق داك الشارع خاوي انا غادي وانا نقول لها قلت لها ما تضريش واحد جوج مورانا وفاء وهي ديرها ومي بانوا لي جوج مورانا. والله العاد شي تما صافي بحال اللي سنينا وكانت غتسخف سناها لي تما شي صافي بحال اللي سناها لي عرفتي فاش ديك جوج مورانا بصح عرفتي صافي انا الماء مبرد لي عمرني حسيت بالبروده في الركابي عرفتي ركابي ما كنقدش نزيد بهم. قلت ما ها خويا قلت نقول صافي خويا الله يسهل عليك صوتي على الوالده مشيتي صوميتي على الوالده صوتي على خالتي قلت لها خالتي شوفي قلت لها راه ايوب راه ولا انورمال غير شوفي قلت لها خصكم تديوه للفقهاء قلت لها خالتي خصني نسبق عليها بنتي هو صونوا عليه عاوتاني دابا انا شنو داروا صونات عليا اختي نط هي صونات على الوالده وصونات على اختي وهي تصوني عليا اختي قالت لي ايوب انا صافي مع قطعت مع وفاء مثلت الدور ديال اني مسكون صونت عليها خويا دريك قلت لها الو اختي كتهضر معايا بحال شي واحد مسكون ايوب مالك اختي كتعيط كتقول لي المزغوب بزاف المزغوب مالك المزغوب قلت لها مالي قلت لها قالوا لي فيك الجنون قلت لها من جنون الله يهديك واش يضربك الله ولا قلت لي علاش كتمثل على وفاء مسكينه قلت لها كنضحك معاها قالت لي واش تخرج لها عقلها الدريكه ناقصه وخلات لي داك النهار انا داك النهار زدت له الهم قلت صافي مسكين ايوب مشى صافي خصنا نلقاو له شي حل فري وحدك ماشي غير فري وحدي والله انا بغيت ماشي سافر انا خفت في اللحظه خفت وبقى فيا في نفس الوقت بغيت نقزر ونبقى معاه خفت وخافت عليا في نفس الوقت بغيت نستجوب هذاك اللي في وسطو ما تقولش كدير عنده واش بغيتي عنده والله انت قول لي انا ماشي ايوب انا ايوب الثاني قلت لك واش انت ايوب الثاني ايوب الثاني دوزيام ايوب قلت لي ايوب قال لي انا كنشبه له كنت كندير فيها قلت لك كيفاش كتشبه له ما فهمت والو صافي انا حق الله العظيم الا شنقول لكم الله يسمح له الله يسمح لي الله يسمح له مني ما قديتيش تقوليها باش عرفي ما ندير لك والو هي غاد نوبنا دابا شو جاك في ديك القضيه باش بغيتي زعما دير لي هكاك ولا باز والله الا باز كنت باغي غير اش غنى اش نحمقك وصافي كنت باغي غير ما كتخلق الامبيونس لا حساكم شي ان شاء الله دابا يحضر الله الوقت واحد النهار كنعقل على اختي غنردها له انا ملي كنت صغير كان فيا هادشي ديال هاد المقالب بزاف كنت لا تغطي نهار اختي مسكينه كتنشر الحوايج في السطح وكاين غير واحد الضو خفيف في السطح بالليل هادشي بالليل وكانت نشر وهي عارفه راه ما كاين حتى شي واحد في السطح وطلعت انايا فاش قربت الباب ديال السطح نعست على كرشي بحال داكشي ديال ليزان ديالي وبقيت كنتمشى طاف 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 بحال هكايا وانا نشدها من رجليها صحابك اختي غوتات
طاحت في البلاصه. انا بعدا انا وها هو هي طاح سخبات حتى انا فاش يجي حد يخلعني ولا يحاول شي حد يخلعني كنضربو كنضرب انا ماشي كنزع ما نقول خلعتيني ولا ما عنديش ما ديك خلعتيني لا تخلعت. واحد النهاريات واحد النهاريات كنت جالسه وما شايفانيش وافقني وانا نجي وندير لا ويا تعطيني الراق انت جنون راه ما يضروش بك كوني هاني راه ما عمر جنون يضرو بك لا ما تحاولش معايا بحال ديك القضيه ما تحاولش ما تحاولش واحد التمره مي قمر مقاتها معايا ونوض على سلامتك لو اني كتخافيت انت شويه لا انا خايفه عرفتي وفاء الخوف انا عرفتي وفاء الا بغيتي تخاف لا لا الله تقلب عليها لا والله تنشوف سرق الزيت ما تلقاش دابا الكازا اصلا دابا برد الحال وزرق الزيت عرفتي وفاء وتجيب لها زرق الزيت صافي كتولي والله شي بغيت نتخاسر انا وياك عبد ما بين يديك عبد نتخاسر انا وياك هي تحضر لي سرق الزيت انا هذاك سرق الزيت ما كرهتش لا سي تن لا خاصك تخاف انت مين كتخاف مين مين كتخاف انت كنخاف من الظلم لاباس الله لاباس هذا علاش سبحان الله من البنات اغلبيه البنات كنلاحظ فيهم كيخافوا من سرق الزيت بزاف واحد كيجيني داك الشيء انا فين ما كنشي بخوشه كدير هكا كتحرك وعندها رجلين بزاف هذاك ايوا الخيخه ديالي دابا الخيخه ديالي نظره ما كاينش حنا نص دبرني على الحرير واش ندبر لك على الحرير راه سيري لي سيري تبحري شتي تحرحري شو ما عليك اي عندي ما ندير لك نوض شي نصبها ما ديتش حاجه بعدا نوض وما نديتش قولي والله والله ما خديت حتى شي حاجه علاش ما خديتي حتى حاجه ايوا قلنا زعما تشوفنا انت راه ما كايناش الحريره شوفي حاجه اخرى واش عندهم صبه والله انا كنسين زعما راه صحابي ضمو ضمو دابا راهم جايبين يتسنى صغنوا الحاجه دابا انا غنمشي نخليهم دابا راحت القهوه خاويه وما فيناش كنديروا هكا يا ودي راه البرداش من القهوه خاويه راه البرد كيخليك دير هادشي بهذا يكزيد كنديروا هكا باش نسخنوا يلاه سيري شي موال زوين شدي معايا الميزه الله يرحمها وهاد حيت كنقرعها دابا باش نطب ما كتعرفيش تطب يا راه سير يا الله غير سير يا الله سمعي سمعي على كفران جماله يا محلى ازرو محلى جماله ياه يا مدينه الحجب صراحة الله صعيب باش تفرق المدينه اللي كبرتي فيها وكبرتي فيها وبزاف ديال الحوايج ولكن لا اله الا الله دابا راه دخلنا للداخل جانا الجوع انا ما فيهش الجوع بزاف ويلي 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 زعما شنو نقول لكم وجبه قاصح اه ماشي بزاف ماشي بزاف انت عاوتاني ايوا بزاف ما انا نوض نشوف ماشي بزاف يا شوف هنا يا الله يرحم لكم الوالدين المهم شوف بحالنا خلي في السيفي يجي بينو ديال الله 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 صافي بلاش اخويا الله يحفظك اكلهم انت دوك بارينيات تجلس هذاك باريني غاكلو انت نيت يلا يلا شدي معايا الميزان بلاتي يلا واحد جوج نص ثلاثة والله ما كتحشم بالله درتي لنا الشوهه في القهوه ولي ولي ربي يرحم زعما صور القهوه قالك القهوه درت فيها الشوهه كيجي ما كيدير سوايش لا شو لحت التليفون بس لحت التليفون صار عنده بيه غرض صافي لي زابيل ما دازوش لا ما دازوش لي زابيل طفا كاع ما خدمولوش ما خدمولوش ما عملوش كان فيه 70% ضربوه ويطفى ضربوه ويدي شر طيحوه ويدي شر زين زيتو فيه الزعتر عجبك الزيتون بلاش ماشي شوف ما بغاش تهز ما يعجبكش ما يعجبكش والله ما غيعجبك عرفتي علاش؟ انا راه ماشي مر انا راه ماشي ديال الموس والفرشيطة اسامة راه ممنوع تحطو حداه شي حاجة ممنوع حنا دابا حطينا باش ناكلو طلبنا باني لي فيون داشي هيا سي حمزة نعم صافا كلشي مزيان؟ الحمد لله هاد الساعة بخير ساعة أخرى ما نعرفش شفتي داكشي ولا مازال؟ مازال كي جاك داكشي؟ عاد من بكرة بغيت نتلجبك زعما تقول لي مزيان نقول لك والله مزيان وفاء؟ نعم انت تنقص ما كتعقليش على واحد وي بالصحة والراحة ميرسي هادوما الدراري اللي خدامين في توتال اطلس بلادي تحية ليهم السلام عليكم صافا كي دايرين لاباس عليكم مرحبا بكم معنا في ايروبور اطلس بلادي مع الاخ ايوب تنطلبوا منكم انكم تابوناو معاه في لاشين ديالو يوتيوب حيت عنده واحد لاشين اللي هي زوينه بزاف
مرحبا بكم عندنا في طاس بلادي. شكرا، الف مرحبا. انا سرباي تنسربي هادشي اللي كاين. مؤسس سرباي حسن البرمج، يعني اللي ما كيفهمش كان صايب القهوه، كان بريباري القهوه. مزيان اخويا، الله يسهل عليكم. مرحبا بكم خويا. هاد القهوه هادي راه زوينه، نتمنى تكرر الزياره ان شاء الله. الله يحفظك اخويا، الله يكبر بك. الله يحفظك، شكرا بزاف. وكنتمنوا انكم تزوروا طاس بلادي، الدراري هنا زوينين، الله يعمرها دار. يتهلاو فيكم. احضر جانا لكم من جديد. كيف شفتوا الدراري ديال طوطال بانوا معنا؟ دراري الله يعمرها دار. كنسلموا على العائلات ديالهم، تحياتي لوليداتهم، الامهات ديالهم، الاخوات ديالهم. تحياتي لكم كبيره 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 بزاف، وتهلاو في ولادكم. راهم اللي عمر راس العام ساكن، راه خدامين بعرق كتافهم. المهم الدراري زوينين وظريفين، الله يعمرها دار. وهاد البلاصه دي سميتها طوطال، وفيها كلشي، فيها جامع، ومازال ان شاء الله عاد كيتبنى لوطيل. مازال واحد قاعه الحفلات، كاين واحد لوطيل، واحد قاعه الحفلات. مازال ان شاء الله هادشي غادي يزيد يكبر هنايا. وراسيت معاهم، غنجي واحد النهار وغندير لهم واحد السينيماتيك هنايا، وغادي نوريكم هادشي بنهار وتشوفوا داكشي كي داير، وغادي تعجبكم ان شاء الله. كاين بارك ديال الدراري الصغار، كاين بزاف ديال الحوايج. المهم حتى لهنا وصلنا لنهايه الفيديو، وغادي نقول لكم بسلام عليكم. واخا ما سخيناش بكم، ولكن ما عندنا ما نديروا لكم. نتمنى البنات الا كنتوا هبطين هكا المكناس، نتمنى تدخلوا لهاد القهوه هادي زوينه، فيها الثمن مناسب وفيها الاسباس ديال الدراري الصغار فين يلعبوا. وتحياتي لكم، واخا انا ما سخطتش بكم، غنمشي لداك الرعي غلي على الله جي دبر دابا الكراطن فين بعدا خرجنا فوجتي شويه، ماشي مشكله، ترجعي بواحد لي فور وواحد الجو عاوتاني ولا وسمره كيتلاكسوني علينا. يلا المهم، بسلام عليكم. تحياتي لكم وبسلام عليكم. باي باي.